خليني أبدأ سيادة اللواء من النهاردة. إحنا كان عندنا يعني جلسة في مجلس الأمن تحدثت فيها المجموعة العربية، ولكن حتى هذه اللحظة يعني إحنا شايفين إنه ما فيش وصول لوقف إطلاق النار حتى ولو بشكل إنساني أو قرار إنساني في هذا الأمر. لو تابعنا تاريخ القضية، لا مجلس أمن ولا جمعية عامة ولا أي حاجة تؤثر في الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي مدعوم دوليا، ودي عقيدة، أن يدعم دوليا بقوة كبيرة تساعده في أنه هو يعني يسوق البلطجة دي على المجتمع الدولي من الآخر كده، عشان إيه ما نقعدش نحلل. لكن إحنا زي ما بنروح إيه، بنروح القسم نسبة حالة. إحنا عاملين كده، إحنا رايحين القسم نسبة حالة. لكن هل ده اللي بيرضخ العدو الإسرائيلي؟ التاريخ كله بيقول إن هذا الخصم أو هذه الدولة لا ترتدع إلا لمبدأ القوة، وده قدامنا المثال واضح في 73، واضح يعني وضوح الشمس. اللي عايز يقرأ رضوخ إسرائيل إلى منطق القوة يشوف 73. فإحنا قدام دولة لا ترضخ إلا لمنطق القوة والأمر الواقع. وعشان ما حدش يظن ان اسرائيل دي يعني سوبر، لا، اسرائيل ده لا سوبر ولا حاجة. احنا شفنا اجهزة نفس يعني كلاكيت تاني مرة 73، اجهزة استخبارات ضعيفة، جيش تدريبه ضعيف، غطرسة بدون اي اساس في الحسابات، تدمير لكل من هو قائم على الأرض، من مبنى لشجر لإنسان لكل حاجة. مفيش قيمة، مفيش أي أساس لأي حاجة على أساس لعرف دولي ولا قانون إنساني. مفيش دولة لا تحترم إلا القوي. فلذلك إحنا بنروح مجلس الأمن وبنروح، والكلمات قوية وكل حاجة، والمجتمع ده، بل إن ناس بعض الزعماء اللي بيروحوا لهم يعني بايدن يبقى عندهم ويقول لك حقوق المدنيين وحقوق مش عارف ايه. النهارده الرئيس الفرنساوي كان عندهم وفي نفس الوقت بيكلم ابو مازن يقول له حقوق المدنيين والمش عارف ايه. يعني احنا قدام عالم مش مزدوج المعايير، ده متعدد المعايير. يعني ممكن يتكلم هنا بلغة وهنا بلغة وهنا بلغة.